أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اليوم أنه توصل لاتفاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن مسودة قرار في الأمم المتحدة بهدف تحديد المسؤولين عن هجمات استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في سوريا. نعم، تحدثنا أيضا بشأن قرار للأمم المتحدة، وبالفعل أعتقد أننا توصلنا لاتفاق بأنه يجب طرح القرار للتصويت عليه قريبا، وهو أمر سيؤدي إلى عملية مساءلة كانت غائبة.